أهلا بحضراتكم فريدينا مرة تانية. الحقيقة فقرة الصحافة وأهم ما جاء في صحف ومواقع الإخبارية كمان لهذا اليوم، خلينا نبتدي مع بعض بأول خبر. الموقع الإخباري للأهرام أو بوابة الأهرام الإلكترونية، أول عنوان: وزير النقل تنفيذ 1769 مشروع لطرق وكباري بتكلفة 464 مليار جنيه. وزير النقل في التفاصيل بيقول كامل الوزير أنه تم وضع خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية للربط مع مخططات التنمية الشاملة بكافة قطاعات الدولة، زراعية، صناعية، سياحية، وإنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموي شامل، وليس مجرد الربط بين ضفتي النيل، وتقليل المسافات البينية بين المحاور ل 25 كيلو، وربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي والعمل على الخروج من الوادي الضيق، وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة من خلال خفض أزمنة الرحلات على مستوى الشبكة. أيضا كما الوزير قال في خلال بيانه أمام البرلمان أمس أن الخطة تستهدف تعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة، وأيضا إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات الرئيسية على شبكة الطرق وتقاطعاتها مع خطوط السكك الحديدية، إنشاء طرق خدمة لشاحنات النقل الثقيل لتقليل الحوادث والآثار التدميرية للأحمال العالية، والتوسع في استخدام المعدات الحديثة لتدوير طبقات الرصف الصديقة للبيئة والموفرة لاستهلاك الوقود، والاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وعدم اختصار أعمال التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية. أعتقد فعلا يا جوهر كلنا لامسين التطوير الغير عادي للطرق والكباري وفرق معانا كلنا. أنا عجبني كمان هو بيوضح بشكل فيه تفصيل كبير على موضوع أن مش فكرة أن أنا أعمل لك كوبري زي معدية تعدي من هنا لهنا بضفتين النيل، لا، ده بربطه بأي شيء ليه علاقة بالتنمية، سواء زراعة، اقتصاد، سياحة، نخفف الأحمال على الطرق عشان السيارات النقل التقيل اللي بتتحرك بشكل دائم يعني. ومن وزير النقل لوزير الخارجية، ومن بوابة الأهرام بدء مباحثات وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. تفاصيل الخبر بتقول بدأت المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين والإعداد للقمة الإفريقية المقبلة. كان اجتماع مكتب القمة الإفريقي قد قرر عقد القمة الإفريقية في دورتها العادية 34 يوم 6 و7 فبراير المقبل، والمنعقدة هذا العام تحت شعار الفنون والثقافة والتراث، أدوات لبناء إفريقيا التي نريدها. والدورة العادية 38 التي تسبقها للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة يومي 3 و4 فبراير افتراضيا عن طريق خاصية الفيديو كونفرنس أونلاين لأول مرة، بسبب توصيات تطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية للوقاية الصحية من انتشار كوفيد-19. وقرر مكتب القمة اعتماد التصويت الإلكتروني أونلاين، والذي أعده مكتب المستشار القانوني للاتحاد بالتعاون مع متخصصين تكنولوجيا المعلومات بمفوضية الاتحاد الإفريقي، يتم استخدامه في الانتخابات المرتقبة خلال أعمال المجلس التنفيذي. بوابة أخبار اليوم: الداخلية تكشف قضايا اختلاس وكسب غير مشروع ب 19 مليار جنيه. تفاصيل الخبر بتقول أن جهود أجهزة وزارة الداخلية أسفرت عن ملاحقة المتهمين في قضايا الفساد والتعدي على المال العام ومستغل مواقعهم الوظيفية بهدف التربح الغير مشروع. أسفرت جهود الأمن خلال 30 يوم في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة عن ضبط 7304 قضية، أبرزها 757 قضية ضرائب عامة، وكشف 1004 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 501 قضية في مجال الجمارك، و44 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1335 قضية للتهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و1101 قضية تحري ومن خلال لجان الفحص. ولسه مكملين معاكم من بوابة أخبار اليوم، والخبر يمكن اللي اتكلمنا عنه في بداية حلقتنا وهو المونديال. والخبر بيقول وزير الرياضة يشهد نهائي مونديال اليد بين السويد والدنمارك. شهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد اللي بتجمع منتخبي السويد مع الدنمارك في 6:30 مساء الأمس بصالة استاد القاهرة لحسم البطل المتوج بالنسخة 27 من بطولة العالم التي تستضيفها مصر وتختتم اليوم. ومن المقرر أن يشهد وزير الرياضة مباراة منتخبي فرنسا وأسبانيا في تحديد المركزين الثالث والرابع، واللي بتقام قبل مباراة النهائي بصالة استاد القاهرة أيضا.
إلى الجمهورية وزير الإسكان ومحافظ أسوان يتفقدان مشروعات الشريط النهري السياحي. قام الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية أمس بمشروعات الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة. وتجول وزير الإسكان ومحافظ أسوان بمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في الشريط النهري بمدينة أسوان الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ هذا المشروع المهم الذي سيكون علامة مميزة على شاطئ نهر النيل في محافظة أسوان. ولسه مكملين معاكم من الجمهورية وخبر عن التعليم. التعليم تحدد مواعيد مقابلات المعلمين المرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد المقابلات الشخصية للأعضاء هيئة التدريس من المعلمين المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021. وحددت الوزارة المقابلات يوم 14 من الشهر المقبل حتى يوم 18 فبراير من عام 2021، مشددة على عدم التخلف بالنسبة للمرشحين، ومن يتخلف يعرض نفسه للمساءلة القانونية مع اتباع قواعد الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أثناء المقابلات الشخصية. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قد حدد في خريطة الزمنية موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي سوف يبدأ يوم 19 يونيو المقبل.